في حاجه يا دكتور؟ حضرتك تعبان ولا حاجه؟ اتفضل حضرتك. اتفضل يا دكتور. ايه اللي جاب؟ كمل كلامنا في العربية، تعالى معايا. حطيت راسي في التراب. انا اتحايل على كلب زي ده انه يتجوزك وفي الاخر يتهمني ان انا. طب ما هو واطي، انت مستني منه ايه بس؟ بالبساطة دي. طب اركب، اركب نكمل كلامنا في العربية. على لسانك تاني. ليه يعني؟ هو الحب عيب ولا حرام؟ لا، حب بنت لابوها مش عيب ولا حرام، غير كده لا، مرفوض. حاضر حاضر، من بنت لابوها اللي تشوفه يا هندسه. بس انا عندي فكره، مش انت موافق انك تحبني؟ زي بنتك طبعا؟ زي بنتي موافق. طيب خلاص، انا مش عايزه منك مبدئيا غير كده. مبدئيا بايه؟ مبدئيا ونهائيا ولا ابدا؟ مفيش غير كده وبس. خلاص بقى، ممكن احبك زي ابني؟ هنهزر بقى. طب والله مش انت اكبر مني وعامل لي فيها ابو حاجات كتير قوي كده؟ اوقات كتير جدا بحس انك انت ابني وعايز اخدك في حضني لحد ما انيمك واقعد العب لك في شعرك. نازلين انا لو سمحت. طب خلاص خلاص خلاص، انا اسف، حقك معايا. طب انا ليه عندك طلب؟ ممكن ممكن والنبي، عشان انا ما حطيتش حاجه في بقي من امبارح، ممكن نروح نتعشى؟ عشا بايه؟ انت ليكي نفس تاكلي؟ انت تروحي بيتكم دلوقتي. روح دلوقتي ازاي بس؟ ممكن نروح ناكل الاول، وانا اوعدك انك بكره الصبح هتندهش، هتصحى الصبح تشوف نانسي زي ما انت عايز، متفصله على مزاجك، بس ممكن تقول لي عايز تاكل فين؟ تحب تاكل امريكان ولا مكسيكان ولا فرنش ولا تشاينيز؟ اتفضل يا باشا. ده من امتى بقى الادب ده ان شاء الله؟ مش عايز تاكل تشاينيز؟ انا كده اكل فيه من هنا وابقى اخر ادب. تعرف يا نانسي، انا كان نفسي ابقى ابوكي فعلا وانت تكوني بنتي. عايزك تقري كتير، تثقفي نفسك، يبقى ليكي هدف في الحياة، ليكي طريق تحفريه بإيديكي وتمشي فيه بخطوات ثابتة. تصدق إن دي أول مرة في حياتي أحس إن ليا أب؟ أهو ده شعور أحب إنك تحسي بيه على طول. بس هنا هو أنت بيتك فين؟ أنا ورا هنا على طول. طب والله برافو عليا، أنا وصلتك كده بالوام. يا تصبح على خير. استنى، ممكن تاخد مني ده؟ ايه ده؟ ده موبايل بالخط بتاعه، عشان خاطري خليه معاك. ممكن احتاج استشيرك في حاجه، بقى عايزه اكلمك اعرف الاقيك. حد يفرض ديت بنت لابوها؟ انا ما بعرفش اتعامل بالحاجات دي. اعتبره خط بيني وبينك عشان خاطري. انا صار ما بقاش لاقي حد غيرك اتكلم معايا. طيب انا هاخده وهدفع ثمنه. ماشي يا بابا. اللي انت بتعمله ده من المناسبات جايه كتير، وبصطاد لك مناسبه منهم وهديني عشان ما بقاش مضايقك بحاجه. بيشتغل ازاي ده بقى؟ اسهل حاجه في الدنيا، شايف الزرار اللي في النص ده؟ هتدوس عليه مره لما تحب ترد على اللي متصل بيك، ودوس عليه مرتين لما تحب تكنسل،
بس اوعى تكنسل عليا والنبي. تصبح على خير. انت من احلى. الو، ايه رايك في الرنة؟ عجبتك؟ ده انا طالع عيني على ما عملتها لك. معلش، واحده واحده هتاخد على الموبايل ومش هتعرف تستغنى عنه. تصبح على خير. تعالى معلش هاخده مني 5 دقايق وبعدين ارميهولك تاني. شوف بقى، كونك واطي وزباله فدي حاجه انا عارفاها ومش مفاجاه بالنسبه لي اساسا، بس انك تفتكر انك اذكى من الكل وهتلعب على كل الاطراف تبقى عبيط. ايه اللي حصل فيه؟ ايه بقى؟ انا بنت صايعه وبتنزلني بعد 2 بالليل بالرنه، مش كده؟ هو قالك؟ لا مش هو اللي قال لي، انا اللي وقفت وسمعت كل حاجه عشان اتاكد قد انت واطي. انت هتقلبي عليا ليه؟ مش احنا متفقين؟ احنا مش متفقين انك تلاقي الراجل لحد ما يقع فيكي؟ مش ده كان اتفقنا؟ واتفقنا ان انا بنت ساعه ومش متربيه. بكمل الخطه يا عبيطه، واحد جاي يرمي حمل تقيل عليا، قلت له لا شيل انت يا عم. طب ابرر له ازاي وافهمه ازاي ان انا مش عايز اتجوزك؟ واحد جاي يلعب عليا قمت لعب انا عليه. يعني انت ما كنتش تقصد اي حاجه من اللي انت قلتها له وما كنتش بتتكلم بجد؟ لا طبعا يا عبيطه انت صدقتي. اما انت طب خلاص اتجوزني. هتتقدم لي امتى؟ نعم يا اخي نعمة لما تبقى ترفوسك، وانا لسه هستنى لما تقولي نعم. انت فاكر يا جعير ان انا ابص لك اساسا؟ انت تكنيله. واسمع بقى، ولا اسمع صوتك ولا اشوف رقمك على تليفوني تاني، فاهم يلا؟ طب اتشطري انت وما تبقيش تتصلي. ها طب اتصل انا نيل. مالك؟ بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ من فضلك يا ماما اقفلي الباب وراكي واخرج، عايزه ابقى لوحدي. ما انتي لوحدك على طول يا نانسي، هو انا بشوفك ولا بتكلم معاكي يا حبيبتي؟ لو حبيت اخرج بربطيني في السرير، كتفيني ما تسيبينيش اخرج مهما عمل. ليه؟ ايه اللي حصل يا حبيبتي؟ فهميني. حاسه اني حقيره قوي وزباله، ما استاهلش ان انا اعيش اصلا. ليه؟ عملتي ايه يا حبيبتي؟ عملت ايه؟ قولي ما عملتيش ايه؟ ده انا ما فيش حاجه غلط في الدنيا لو عملتها. كل حاجه. يا لهوي يا لهوياني. ما تسوتيش وتبتمي قوي كده، ما تخافيش. الحاجه اللي انت خايفه عليها انا لسه محافظه عليها، بس اللي بعمله ابشع من كده بكتير. وانتوا ما فيش في دماغكم غير عود الكبريت. عود الكبريت هو ده الشرف؟ هو من الشرف ان انا اكذب، ان انا ارقص، ان انا اسكر، ان انا اخرج مع ده وعكس ده وعشم ده وضلع ده؟ انت متخانقه مع خالد؟ يقعد في 60 دقيقة. خالد ده ايه؟ ده واد حقير وزباله ملوش اي قيمه اساسا. امال في ايه يا حبيبتي؟ فهميني. وانا كمان يا ماما
كمان حقيرة ومليش أي لازمة، وكل اللي حواليا ناس زي الزفت. أنا اكتشفت إن القلاطة اللي أنا عايشة بيها دي ولساني الفلتان اللي مطلوع على الناس وراهم واحدة زبالة حقيرة ملهاش أي معنى أساسا. تفو والله زمان، ده احنا بقالنا أسبوع ما فطرناش مع بعض. والله انتوا وحشني أكتر ما أنا وحشكم. اوعى تقول كده، أنا واحدة مرفوضة وقاعدة في البيت، لا شغلة ولا مشغلة، غير أنا أفكر في حضرتك وتوحشني. رضوان الكومي كلمني امبارح 3 مرات، عايزك في إيه الراجل ده؟ إيه ده شفت يا دكتور؟ والله العظيم 3 بيجي عليك ما يكسبش. جورنان صدى الناس فاتح على عطية الساعات ملف جديد، ده طلع منشور كبير قوي. هو اللي عمل في نفسه كده. شوف يا عبد الحميد، الكذب ده أكبر فخ ممكن الإنسان يوقع نفسه فيه، ولو وقع فيه مش هيطلع منه أبدا. عطية كذب على البلد لما قال لهم إن هو اللي عامل الطريق، رجع يكذب تاني ويقول إنه عايز يعمل كوبري. كذب في كذب على طول كده. إيه ده؟ حد فتح الراديو ولا إيه؟ لا. ما إيه الأغاني دي؟ يمكن عند الجيران. لا لا لا، الصوت جاي من جوه من الأوضة. ده التليفون. تليفون؟ تليفون إيه؟ موبايل؟ آه موبايل. حضرتك جبت موبايل؟ آه، أصل الحزب قالوا لي لازم معايا تليفون عشان الأيام الجاية يعني يعرفوا يلاقوني على طول. يا بابا ما أنا طول عمري بقول لك لازم يكون عندك موبايل. مش هترد على التليفون؟ آه لا لا، أنا عايز أقعد معاكوا، عايز أركز في الأكل، ناولين عيش. الله يا بابا، ده جالنا نجدة كده، نعرف نتصل بيك ونعطر عليك في أي وقت. هو نمرته كام؟ والله ما أعرف. إيه ده؟ أنت عايز أعرف نمرته؟ ثواني ثواني. وانت تعرف ازاي يا ابني؟ ثواني يا بابا. الله، ده موبايل حضرتك زي موبايلي بالظبط. تحب اتصلك بلسه متصل بيك دلوقتي؟ لا 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 لا، انا مش عايز دوشه دلوقتي، انا عايز اركز في الاكل، انا لسه ما فوقتش. طب خلاص انا اتصل بنفسي واعرف نمره حضرتك. الله، نمرتك حلوه قوي يا دكتور. طب رن لي انا كمان عشان اسيبها. اوكي، بس اوعي تفتحي، احنا ما نعرفش بابا كارت ولا خط. ايه نمرتك يا اي رأفة واي شفقة تلك التي تأخذنا بهذا الرجل؟ لقد أهان زوجته وسبها وضربها أمام الجيران، والأدهى من ذلك أنه تزوج عليها جارتها ثم زور في محرر رسمي. لقد ادعى أنه ليس في عصمته زوجة أخرى في حين أنه كان متزوجا منها وله منها أولاد. إني أرجو من هيئة المحكمة أن تصدر حكمها بأقصى عقوبة ممكنة ليصبح هذا الرجل عبرة لمن لا يعتبر. سيدي الرئيس، إن الطلاق قد تم فعلا، وسدد موكل النفقة ومؤخر الصداق وباع كل ما لديه لكي يستطيع أن يدفع كل هذا. إني أطلب البراءة لموكلي من تهمة التزوير، لأن مستوى تعليمه لم يجعله يطلع على بيانات القسيمة جيدا ولم يتعمد تزويرها. حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سعيد عبد رب وعبد النعيم شهر مع النفاذ. خربت بيتي يا تهاني، ارتحت يا استاذة، خربت يا وعدت على تلاها يا استاذة، حسبي الله ونعم الوكيل. أين الشعر العربي؟ ولماذا اختفى الشعر من المشهد العربي؟ سؤال مهم جدا بيطرح نفسه. الشعر العربي زمان توهج وتألق في ظل ظروف مناخية والتربة خصبة تنمو فيها المشاعر وتترعى، ليالي قمرية وصحراء، حب محبوس مكبوت لا يطلق سراحه إلا من خلال قصيدة، معارك بين القبائل، صراع طبقي، فقر شديد وغنى فاحش. الشيء الغريب يا أولاد أنه بالرغم أن كل الظروف دي متوفرة في أيامنا هذه بشكل أخطر وأكثر بكتير، إلا أن الشاعر العربي غائب عن الساحة. التجربة هي اللي بتخلق الشعر، ورغم أن الأمة العربية تمر الآن بتجربة مريرة، إلا أن ألو. أيوة دكتور، أنا عمالة أكلم حضرتك من بدري. في حاجة مهمة قوي عايزة أقولها. ضميري معذبني ومش عارفه انام. ايوه انا في المحاضره دلوقتي، اكلمك بعدين. بعدين مش عارفه بتقفل ازاي ده يا اولاد. يعني ايه يا دكتور؟ معلش يا ابني ماليش في التكنولوجيا. متشكرين قوي قوي قوي.
سمعته بقى عبد الوهاب وهو بيغني فين طريقك فين بيروحوا له منين يا قريب وبعيد شوقي لك بيزيد. دي كلمات الشعر الراحل حسين السيد اللي بلغ بالتعبير بالعاميه المصريه درجه تخلت عبد الوهاب يغني له والامير الشعراء احمد شوقي. انا بحب قوي الاغنيه دي يا اولاد، عارفين ليه؟ بتعبر عن حيرة الشعر في اختيار طريقه اللي يمشي فيه. أوقات جملة بالعظمة دي تبقى لها في المقابل جملة قالها واحد زي شكسبير في هاملت، قال أكون أو لا أكون تلك هي المشكلة. يا نانسي ما ينفعش تكلميني أي وقت، أنا ببقى بشتغل وقدام الطلبة في المحاضرة. ها قولي لي عايزة إيه؟ عايزه اقول لك ان انا انسانه وحشه قوي وما استاهلش اي حاجه من اللي انت بتعملها معايا دي. انت مفيش حاجه قلتها لي لو طلعت صح، وانا بكل سفاله ضحكت عليك. ضحكت عليا ازاي يا استاذ؟ يا استاذ يا راجل اسكت كده برضو يا هلالي، دي عامله تعملها فيا؟ تسيبني قدام العربيه 5 ساعات والامن يمشيني؟ ده انا لولا معايا بطاقه كان زماني وقعت في مشكله. البنت دي خدتك وراحت بيك على فين زي ما تكون خطفاك؟ الله، هي ايه الحكايه يا هلالي؟ عندنا نزلت مش هقدر اتكلم، هنتقابل. مع السلامة. وموبايل كمان؟ لا ده احنا اتطورنا قوي. بس انا ليا عندك حق، ازاي تسيبني ملطوع في الطل كده 5 ساعات؟ معلش يا دكتور، كان في مشكلة وكنت بحاول احلها. عقبال مشكلتي يا رب لما تتحل وعلى ايدك. بلاش تجيب لي شاي، خلاص يبقى لي عندك واحد شاي بالقرنفل، ماشي؟ يلا بينا بقى يا دكتور، يلا. اصل انا قبل ما اجي لك عديت على باكر بيه واطمنت ان هو موجود. ما بتفتكش حاجة ابدا انت. ما هو ربنا قال اسعى يا عبدي وانا اسعى معاك. يلا بينا يا دكتور، قوم بقى قوم بقى، ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطرنا ويوفقنا مع باكر بيه ابن هي ام اسمها ايه؟ بذمتك انت مش عارف ام اسمها ايه؟ يوجدك ايه يا لالي؟ هو دي سوسة؟ ده هي اغلب من الغل. لا 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 مش معقول. والله كنت لسه على بالي وبفكر اتصل بك ازاي. اهلا وسهلا. اتفضل. المثل بيقول يا ريتني افتكرت 1,000,000 جنيه، بس الحمد لله ان انا افتكرتك. والله انت عندي احسن من 1,000,000,000 جنيه. ازيك يا دكتور هلالي؟ الله يسلمك يا بكري، معلش طبين عليك فجأة كده. استاذ رضوان، رضوان الكوم يا سعادة الباشا. اخو الدكتور مصطفى الهلالي. اخوك يا دكتور هلالي؟ يعني زي اخويا، بلدياتي من كفر اصاله. متربيين مع بعض يوم بيوم، وزملاء فصل واحد وتختة واحدة، ونفس التربية والأخلاق والمبادئ. ونعم التربية يا أستاذ. شوف البهوات يشربوا إيه؟ ولا أقول لك هات ينسون للدكتور هلالي علشان صوتك يلعلع كده في البرنامج النهاردة. وشوف الأستاذ يشرب إيه؟ لا أنا مش هشرب حاجة، ده كفاية قعدتنا في حضرة جناب، كأننا شربنا كل حاجة. لا لازم تشرب حاجة برضه. خلاص بقى، عصير مانجا. بس لو سمحت بلاش منجة العلب، يا ريت تبقى منجة بلدي من اللي فيها حتت متقطعة، أو يبقى أكل وشرب مع بعض. شو بقى يا دكتور هلالي، أنا وعدتك وعد، ووعد الحر دين عليه، ولازم أنفذ بقى. ما تنفذت يا بكر بيه، وما شاء الله على أكمل وجه، بس فضحتني في الجرايد. والله العظيم يا بكر بيه، أنا من يوميها مكسوف اروح كفر اصلا. اروح اقول لهم ايه؟ شكلي هيبقى زي المرشحين اللي رايحين يتصوروا جنب مشروعاتهم. خلاص المشروع ده انتهى، انا شطبت من دماغي خالص. غيره بقى. لا المره الجايه رايح كفر اصاله هياخدك معايا، اقول لهم هو ده الراجل اللي صرف الملايين عمل لكم الطريق. حاضر يا سيدي، وانا تحت امرك. خلينا بقى في الموضوع اللي انا عايزك فيه. موضوعي يا بكر بيه. الجنينة اللي قصاد الجامعة. تعال تعال لما اوريك. شوف يا سيدي، دي حديقة عامة تابعة للحي. أنا أخدت تصريح من الحي بحق انتفاع الجنينة دي لمدة سنة، نظري إن أنا أعمل لهم شوية خدمات، يعني تجميل وإنارة حاجات زي كده.
الجنينه دي 1600 متر، اخدت منهم 400 متر، عملت عليهم ايه؟ المعرض، معرض الاصدقاء لمستلزمات الطلبه اللي هديره الانسه زينب الهلالي. انا مش عارف اقول لك ايه والله يا بكري، انا خجلان من كرمك ده. كرمي يا راجل، ده بنتك اللي انا عمري ما شفتها في حياتي ادتني فكره انا هفضل مديون لها العمر كله بيها. مديون لها ايه بس يا بكري بيها؟ حضرتك لا تتصور زينب بنتي هتفرح قد ايه. اتفضل يا سيدي. ليه مفاتيح المعرض؟ هي بقى تختار الطلبه اللي عايزه تشغلهم في المعرض. مرتباتهم هتتصرف من عندي من هنا. هما مش رفضوها اسبوعين؟ طيب هترجع لهم وهي حاطه لهم معرض قد كده اهو قدام باب الكليه، واوراقنا المره دي سليمه 100%. اتفضل اتفضل يا دكتور اتفضل. يا سلام يا سلام، والله يا ريت الدماغ هتفر من عين. أنا سمعت عنك يا باشا كتير وقليل، إنما أنا ما كنتش أعرف إنك بالكرم ده وبالخير ده. على إيه ده كله يا أستاذ رضوان؟ رضوان الكوم. ما تاخذنيش معلش، أنا أصل دماغي مشغولة بمليون حاجة. أنا لازم أجيب زينب بنفسها تشكرك يا ولد. يا راجل خليك عملي، أنت تخلص البرنامج النهاردة وتطلع تاخد البنت على المعرض، وبعد كده وتعالوا اشكروني زي ما أنتوا عايزين. الله. مش جايز يا اخي المعرض ما عجبنيش، ولا يكون لها ملاحظات علي انفذها لها فورا. كلمه. هلا. الراجل استوى. ده بينزل خير يا جدع. طب كلمه استنى لما يجي. حاضر. مع السلامه. ايه في حاجه يا دكتور؟ لا لا لا، ده ما فيش حاجه خالص يا دكتور. تعرف الاستاذ رضوان الكومي، قلت لحضرتك بلدياتي ومعرفه قديمه من زمان. والحقيقه عايش طول عمره في كفر اصاله. نقل نفسه هنا هو وأولاده، ما يعرفش حد في مصر غير أنا. أنت نقلت ليه من كفر أصالة يا أستاذ رضوان؟ ياه يا بيه ياه، اتنقلت عشان أنجد عيالي. تنجدهم من إيه؟ من عطية السعاد المرشح لمجلس الشعب ضد الدكتور مصطفى الهلالي. لما لقاني بأيد الدكتور مصطفى الهلالي قام هددني وضرب علي نار. قلت لا، دي بلد ما يتعش فيها بقى. رحت للدكتور الهلالي، قال لي اوديك لبكر بيه هو هيريحك وربنا يجعل بيت المحسن العمار. انت بتشتغل ايه يا استاذ رضوان؟ مدرس، مدرس ابتدائي، بدرس جميع المواد. بس خلاص انا ما بقاليش خلق للتدريس، انا عايز اشتغل معاك يا بكر بيه. خدام، اروح السوق اجيب لك الخضار، اوصل الاولاد المدرسه، ارمي نفسي في النار، ارمي نفسي في البحر اذا انت امرت. طيب معاك شهادات ايه؟ دبلوم معلمين. ما انا اصلا ما قدرتش اكمل عليه يعني زي الدكتور مصطفى الهلالي، كمان اسرتي كانت في رقبتي وانا كنت براعيها، وكان عندي 6 اخوات بنات لازم انا اجوزهم. بس جربني جربني اني اسد في اي شغلانه، واسال كمان الدكتور الهلالي عني. على العموم يا استاذ رضوان انت ما تترفضش، كفايه مجيتك مع الدكتور هلالي دي في حد ذاتها شهاده. بقى عدي عليا بكره الساعه 9 الصبح هنا، اعرفك على مدير مكتبي وهو هيحطك في المكان المناسب. دي غايه منايا يا سعاده الباشا، انا عايز اشتغل معاك، انا عايز ابقى دراعك اليمين، هو ده اللي انا عايزه من دنيتي. طيب انا هبقى اوصيه يشوف لك حاجه هنا في المكتب. ربنا يخليك يا سعاده الباشا، ويجعلنا عند حسن الظن، ويجعلنا عند حسن الخير. كفايه كفايه ويعمر بيتك ويقدرك على فعل الخير ويخلي لك اولادك. حاضر، ما فيش اي خدمه اقدر اقدمها لك دلوقتي. بكره ان شاء الله هنبقى نتكلم في الشغل. مع السلامه. اي خدمه عاجله يعني اقضيها لك يعني بكره. قال لك بكره، خلاص يلا اتفضل. شكرا، السلام عليكم. مع السلامه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر يا فندم، اتفضلوا. ربنا هيكرمني على وشك البشوش، انا حاسس من اول ما شفتك الصبح ان شاء الله ربنا هيكرمني اخر كرم. استناني هنا ما تتحركش. انت نسيت حاجه؟ ايوه نسيت حاجه.
بكربين بعد اذنك دقيقه واحده لمؤاخذه. خير يا دكتور. انا مسال الاخ رضوان الكومي كان معايا انا. ماله؟ يعني اديك شفت حضرتك كان وقعد على الغايه وكلمه كتير يعني. انا بس عايزك تختبره قبل ما تعينه. انا اصلي بصراحه ما بحبش حكايه الواسطه دي. مفهوم مفهوم. أهلهم ما تقلقش، احنا طبعا هنجيب قراره قبل ما نشغله. طيب قوي بكر بهدي، احنا ربنا كرمنا بيه، بس طبعا في الاول وفي الاخر البركه فيك. انما انت لما دخلتني تاني اكيد كنت بتوصيه عليا، اتكسفت تتكلم قدامي، ماني عارفك طول عمرك حسيس وكهول. ايوه زينب، ما صدقت معايا تليفون بقى وهتكلميني كل شويه. لا لا يا حبيبتي، انا بس اصل سايق مش عارف اكلم وانا سايق. امسكوا لك انا يا دكتور، اتكلم براحتك. طيب ايوه انا معاك اهو يا زينب. لسه قاعده فاضيه برضو؟ انا عارف انك بتذاكري وهتسبقي الكليه كمان. لا انا دي ضامنها، انا مش قلقان من كده، انا بس عندي ليكي مفاجاه. لا 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 لا، انا مش هقول دلوقتي، مش هينفع. لا انا هعدي عليكي بعد ما اخلص البرنامج. لا ما ينفعش يا حبيبتي، امال مفاجاه ازاي؟ رضوان والنبي هات لي الكرافته الحمراء من الكيس، الحمراء المنقطه باصفر. لا لا انا معاك يا زينب. ايوه حبيبتي ما اقدرش دلوقتي، عايز الحق الهوا، نفسي مره اوصل بدري، الراجل المخرج هيجي له ضغط مني. يلا يا حبيبتي مع السلامه، مع الف سلامه. خلاص خلاص يا رضوان، خلاص خلاص، شيل بقى. ايوه ايوه خد. ربنا يخليها لك يا دكتور وتفرح بيها. اهلا بكم في الطريق الوحيد، واول كلامي سلام. طبعا كلنا بنخاف من العدوى، يعني لو واحد كان شارب من الكوبايه دي عنده مرض معدي تبقى مصيبه، لو واحد عنده انفلونزا كلنا نهرب من قدامه عشان ما ناخدش الدور. لكن هل كل انواع العدوى مكروهه؟ لا طبعا، في انواع عدوى محبوبه، زي عدوى الضحك مثلا. لو انت قاعد تتفرج في المسرح هتلاقي الضحك تشوف نفس المسرحيه في التلفزيون وانت قاعد تتفرج لوحدك، أقصى حاجة تعملها إنك تبتسم. الفرق بين الها والابتسامة دي هو ده عدوى الضحك اللي حصل في المسرح. لو أنت اتفرجت على نفس المسرحية يومين ورا بعض، وكان في تاني يوم مثلا واحدة ست من اللي في فشتهم عايمة، هتلاقي المسرح كله بيكركر، وتلاقي ناس بيضحكوا وهم مش عارفين بيضحكوا على إيه. انتوا بتضحكوا على ايه؟ هو انا قلت حاجه تضحك؟ انتوا تعاديتوا من الضحك، هي دي عدوى الضحك. احلى انواع العدوى بقى هي عدوى الخير. فعلا في عدوى في الخير، يعني مثلا لو لقينا واحده ست شحاته عجوزه كركوبه غلبانه كده وقاعده على الرصيف، الناس تمشي من حواليها تتصعب عليها لغايه ما يجي واحد يروح مطلع اللي فيه القسمه ويديهولها، تلاقي اكتر من حد جاي مديها اللي فيه القسمه برضه. والخير مش محتاج امكانيات. انا اعرف بنت صغنطوطه اموره لسه في سنه اولى في الكليه، اتعادت بعدوى الخير دي، عملت مشروع للتكافل الاجتماعي بامكانيات ضعيفه جدا وحاربوها، بس ما قدروش يقتلوا الخير اللي جواها. أنا ما انكرش الشر قوي والحقد قوي، بس عظمة ربنا سبحانه وتعالى الخير دايما ينتصر في النهاية. دي مش أفلام، ده بجد. والله بقيت مكلمة يا هلال، أول ما تطلع في التلفزيون
الناس تسيب اللي في ايديها وتقعد عشان تسمع اللي بتقوله. انا متهيالي الشر ده كائن غبي جدا، دايما ينهزم من الخير ومع ذلك مصر انه يكون له وجود في حياتنا. مش لو منه اللي طالع في التلفزيون زمان وسلم. الله يرحم زمان، والله ما كان يعرف يقول كلمتين على بعض. وانا اللي كنت قايم بشغل الاذاعه المدرسيه كله. هو لسه سعاده الباشا رئيس الحزب ما فضيش، انا بقالي ساعتين قاعد مستنيه. اصل في مؤتمر بتاع البطاله والشباب. البطاله والشباب وهو الشباب بس اللي مش لاقي شغل؟ امال اللي عدى ال 50 وقاعد عاطل يعمل ايه يعني؟ وهم البهوات اللي جم دول في العربيات ولابسين بدل وكرافتات وطلعوا فوق وزمانهم بيشربوا قهوه وشايب القرنفل، هم دول بقى اللي هيحلوا ازمه البطاله؟ ايوه، اصل اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، والنار ما تحرقش غير اللي جابشها. اتفضل استريح في الاستراحه، اول ما يبقى سعادته هنبلغ. طيب يا مصر، مين؟ رضوان. نهار اسود عطيه سعادتي. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا رضوان؟ شفت بقى الدنيا صغيره ازاي يا اخي؟ ايه بتعمل ايه هنا؟ لا اصل قالوا لي يعني ان حزب الوحده عامل مؤتمر عشان البطاله، قلت يمكن الاقي لي شغلانه. شغلانه؟ شغلانه يا راجل؟ انت وش الحاجات دي برضو؟ انت هتيجي معايا يا استاذ رضوان، هتنزل ضيف عندي لحد ما نحل كل الامور اللي بينا. ظهر ان ده هو ناموس الحياه، لازم قوى الشر تبقى موجوده عشان قوى الخير اللي جوانا تفضل موجوده وتنتصر على طول باذن الله. واشوفكم على خير. زي القمر يا بابا. ممكن اعرف بقى ايه المفاجاه لاني فعلا مش قادره اصبر. اكتبيها حالا. يلا بينا. دكتور هلالي، دكتور هلالي، انا اسفه، انا كنت عايزاك في حاجه مهمه قوي، عماله اكلمك من الصبح. انت زينب؟ زينب بنت نانسي، بنت ست فاضله معرفه من زمان. انا اسفه ان انا جيت لك فجاه كده من غير ميعاد، انا همشي وابقى اكلم حضرتك بعدين. لا لا استني يا نانسي، انا اصل في مفاجاه اعملها لزينب، تعالي معنا. معلش مش عايزه اكون دم تقيل، هنعوضها مرة تانية إن شاء الله. إطلاقا. بالعكس، ده أنا حاسس كمان إنك هتبقى أصحاب. أنت في كلية إيه يا نانسي؟ تانية تجارة إنجلش. وأنا بقى في أولى طب. يلا، اتعرفوا على بعض أكتر في العربية. يلا. لا يا دكتور حضرتك اسمع وأنا هاجي وراك وأعرفك. شكلها لطيف قوي يا بابا البنت دي، مش عارفة ليه أول ما شفتها قلبي استريح لها. مسكينة ظروفها صعبة. مالها؟ ما عندهاش هدف. تبقى اتحلت، ما دام وقعت بقى تحت ايد حضرتك مش هيبقى ليها هدف بس، ده هيبقى ليها رساله في الحياه، انا عارفاك في الركباتة. بس باين عليهم اغنياء. هو بابا بيشتغل ايه؟ بابا مش موجود. هو بابا منفصل عن مامتها؟ لا، بابا مات. ما شافتوش تقريبا. باين عليه عندها مشاكل كتير قوي. دي كانت بتكلم حضرتك وهي بتترعش. والنبي يا بابا ما تتخلاش عنها. انت هتسلمني يلا؟ وحياة امي لو هموت ما عايزة منك حاجة. انت مال اهلك هتصرف ازاي؟ مش عايزة حاجة من ناحيتك. بلاش الطرق القذرة دي. يا ست المعرض اللي طول عمرك بتحلمي بيه، خطوتين من الكليه. اتفضل المفتاح. انا مش قادره اصدق عينيا يا بابا. ربنا يخليك لي يا بابا. نانسي تعالي
المعرض ده هو المعركة اللي انتصرت فيها زينب. ده معرض ايه؟ معرض الأصدقاء لمستلزمات الطلبة بأسعار رمزية. المعرض ده هو مشروع زينب اللي بدأته في الكلية وخدت أسبوعين رفض بسببه. أهو اتحقق أهو. مبروك يا زينب. الله يبارك فيك يا ننس. وشك عليها حلو قوي. ايه ده كله يا بابا؟ تاني كده الطالب مش هيبقى محتاج اي حاجه. انا ممكن اشارك باي حاجه؟ اه طبعا ممكن جدا. انت ممكن لو عندك حاجه ناقصه تقوليها وانا اسددها لك فورا. انت هايله وتجنني. انت النهارده بقيت صاحبتي خلاص. السهل انك هتقدري تعملي اللي انا ما قدرتش اعمله يا زينب. مالك يا نانسي تعبانه؟ لا اختي انا بس عندي صداع جامد. تعالي هوديك للدكتور. يا دكتور انا كويسه بس انا لازم اروح دلوقتي. انا بس ما نمتش كويس. انا كويسه. ما ينفعش تروحي وانت في الحاله دي. يا حبيبتي انا بقعد على الدركسيون ببقى كويسه. ما ينفعش تمشي كده. بابا يوصلك. طب وانت مين يوصلك؟ لا انا ممكن اتصل بماما تيجي تاخدني وبالمره تتفرج على المعرض. يلا ناس انا هوصلك. سيبي عربيتك هنا. كل دي قهوه. امال عايزه تنام ازاي؟ خد يا ابني القهوه دي. معلش معلش سيبها سيبها. اتفضل انت دلوقتي. دكتور انا النهارده عصبي تعبانه. حاول تستحمل. يا شيخه يا مالها تشربي سجاير؟ انا ضحكت عليك بكل نداله وانت بني ادم عمرك ما عملت لي حاجه وحشه. بالعكس انت خرجتني من 100 مصيبه سودا. كنت بتنصحني دايما باللي فيه الخير ليه؟ ضحكت عليا في ايه؟ انا لما جيت لك وقلت لك ان انا بحبك وعايزه اتجوزك كنت متفقه مع خالد على كده وكنا بنصورك. ولما عملت نفسي مغمى عليا وانت لحقتني والصور اللي وراها لك خالد دي كلها كانت بالاتفاق معايا. بس لما شفتك كنت بتتحايل عليه بكل صدق وحماس وبتدافع عني من قلبك حسيت قد ايه انا واطيه ما استاهلش اللي انت عملته عشاني. يا نانسي انت بنتي. الاب سهل عليه قوي انه يسامح. الكلام اللي انت قلتيه دلوقتي ما زعلنيش، بالعكس ده اسعدني. الصدق اللي انا شايفه في عينيكي ده اللي انا كنت عايزه. بس عايزه اقول لك ان انا بعد ما وصلتك رحت له قلت له مش عايز اشوف وشك تاني وانا عايز اعرفك اصلا. برافو عليك. هو انسان ما يستاهلش. ده قرار صائب جدا. ايه بقى المشكله دلوقتي؟ ايه اللي موترك ومعصبك كده؟ انت لسه بتحبيه؟ ولا عمري حبيته بس اتضايقت لما اتكلم عليا كده قدامك. ما كنتش احب صورتي قدامك تبقى بالسوء ده. كلام عمره ما ياثر فيا يا بنتي. صورتك عمرها ما تتغير في عينيا. يعني سامحتني؟ انا مش بس سامحتك انا سعيد بيكي. طب انا في حاجه نفسي اقولها. انا عارفه انه مش وقتها بس انا نفسي اقولها. قولي قولي اللي انت عايزه. يا انا بحبك بس بجد المره دي وحاسه ان انا لقيت فيك نفسي وان انا من غيرك ممكن اضيع. احنا قلنا ايه يا نانسي؟ عارفه عارفه عقده الكترا والحاله النفسيه. بس والنبي ما تدورلي على عريس تاني وما تدورليش على حد يخلصك مني. انا خلصانه خلقه. انت مالك ايه ليك بتعيش كده؟ انا لازم اقوم. تعالي هنا. انت فيك ايه؟ انت عيانه؟ انا مدمنه. مدمنه؟ بحاول امسك نفسي بقالي يومين. اخدت مخدرات وما كنتش متخيله ان انا هحتاج لها قوي كده. ارجوك يا دكتور انا امي نفسها ما تعرفش بس انا لو ما اخدتش حاجه دلوقتي دماغي هتنفجر. رايحة فين؟ عايزة اتصرف. تتصرفي ايه؟ انت لازم الدكتور يشوفك دلوقتي. من فضلك يا دكتور انسى انك انت شفتني ولا عرفتني اصلا. اعتبرني حالة واحدة ما عرفتش تنجح فيها. حالة ايه؟ انت بالنسبة لي مش مجرد حالة يا نانسي. معلش جيت متأخر قوي. ما تحاولش مع جوزتك.
انا هاخدك ونروح مستشفى دلوقتي. تعالي. رحت وهربت بعد يومين. سيبني اتصرف. تعالي هتروحي فين؟ تعالي معايا.